أخونا اللي عم نصوره هلأ مواطن عربي سوري من مدينة دمشق، تم اختطافه من قبل قوات الأمن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13/5/2011، وهلأ رح يروي لنا شو صار معه ورح يحلف بالله حتى تصدقونا، لأنه نحن ما بنسترجي نطالع وشه خشية من الأمن والمخابرات الظلام. اليوم الأحد 15/5 اليوم الأحد 15/5